معالي الشيخ سأل يقول: الغضب المحمود في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ضوابطه، وهل هناك غضب مذموم؟ لابد من الغضب من المسلمين على من تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه غضب في ضوابط، غضب في ضوابط، يكون معه قوة حجة وبراهين من الكتاب والسنة ومن الواقع، من واقع التاريخ المتكرر. فهذا ما مما يلجمهم. وأما العنف وأما التخريب وأما المظاهرات فهذه ليست من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الأعداء يفرحون بذلك ويقولون: استثرنا المسلمين وأثرنا بهم، أثرنا فيهم، هذا مما يفرحهم. لكن البراهين والحجج القوية هي التي تردعهم وتخرسهم. والله جل وعلا في القرآن رد على المشركين في مواطن كثيرة، وهذه الردود موجودة في القرآن، علينا إلا أن نبرزها وأن نبينها، وهي التي تخرس الأعداء. نعم.